هذا عز المسجد الأقصى، واحنا دائما بدنا كل الناس يجوا للمسجد الأقصى في رمضان وغير رمضان، مش بس في رمضان، كل يوم يجوا، كل يوم جمعة. عم تيجي كل جمعة؟ أجيت كل جمعة. أنا باجي هون. كيف كانت الصلاة اليوم؟ ممتازة وأحسن ما يكون. شعور يعني صراحة حلو كثير إني دخلت القدس، يعني كانت آخر مرة إلي بال 2018، يعني شعور ما بنوصف، حلو كثير، في فرحة عن جد حلوة. عند المدخل الجنوبي لمدينة القدس المحتلة، هذا حاجز بيت لحم أو ما يعرف بحاجز 300. من هنا يمر المواطنون الفلسطينيون إلى المدينة المقدسة في الجمعة الأخيرة أو ما تعرف بالجمعة اليتيمة، وذلك للدخول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة. وهذه فرصة بالنسبة للفلسطينيين للدخول إلى المدينة المقدسة وأداء صلاة الجمعة، كونها لا تأتي إلا في شهر رمضان المبارك، وتحديدا للنسوة وكذلك للأطفال دون سن 12 من عمرهم، بالإضافة إلى الرجال فوق 55 من عمرهم وبعد، يعني ذلك أو ما تبقى من خلال التصاريح التي تمنح للفلسطينيين، ولكن النسبة قليلة جدا. عشرات النسوة تم إبعادهن عن هذا الحاجز وإرجاعهن كذلك من مدينة بيت لحم أو من حاجز بيت لحم إلى يعني القرى والبلدات والمخيمات والمدن التي قدموا منها بحجة أنهم ممنوعون أمنيا. رائد الشريف الغد، بيت لحم، فلسطين.